منى زكي قدمت إعلانات تلفزيونية لتشتري موبايل. مصاريفها الشخصية كانت كثيرة مقابل المبلغ اللي بتحصل عليه من أدوارها البسيطة. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل عمل منى زكي في الإعلانات. منى زكي قدمت بعض الإعلانات التلفزيونية في بداية مشوارها الفني، وتعرضت لبعض الانتقادات عندما قدمت إعلان صابون من 20 سنة. أجرت منى وقتها حوار صحفي وكشفت في أنها قبلت تقديم هذا الإعلان للربح المادي، وبررت سبب اتجاهها للإعلانات إنها بحاجة للمال لأن نفقاتها الشخصية مرتفعة وما زالت بتحصل على مصروف من أهلها. المشكلة الكبرى كانت عندما سقط موبايل منى زكي وتحطم تماماً، وجاءت فاتورته ب5000 جنيه، وكان وقتها بتقدم أعمال بسيطة وبتحصل على مبالغ قليلة ما بتكفي مصاريفها الشخصية كفتاة وطالبة في كلية الإعلام. لم تخجل منى من مشاركتها في هذا الإعلان، وحكت إنها ليست أول فنانة بتقدم إعلانات لمنتجات مختلفة. ورغم هذه الانتقادات اللي واجهتها هذه الفترة، لكنها قدمت إعلانات لنفس المنتج فيما بعد، وشاركت في حملات إعلانية كبيرة لمنتجات عالمية. واجهت منى زكي أزمة كبيرة من طرح فيلم أصحاب ولا أعز على منصة نتفليكس، بعد ما انتقد البعض مشهد خلعها جزء من ملابسها وظهورها وهي تتناول الخمور وبتتحدث بألفاظ جريئة. ووصل الأمر لأنه طالب البعض أحمد حلمي بالانفصال عنها بسبب عدم مراعاتها الأخلاق العامة في هذا العمل. اتلقت منى الدعم من أصدقائها بالوسط الفني، وأشادوا بأدائها وموهبتها التمثيلية اللي بتتطور بشكل دائم، وتجاهلت منى وزوجها هذه الآراء ورفضوا الرد على وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا. وبعدها بفترة ظهروا معاً في تجمع أصدقاء وكانت علاقتهم جيدة. أصحاب ولا أعز هو أول فيلم عربي تنتجه منصة نتفليكس، وحقق نسب مشاهدة عالية فور طرحه، وأصبح ضمن قائمة أكثر 10 أفلام مشاهدة في أمريكا وأوروبا،